وجود الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ نجم في العراق نعم. يعطي قيمة للصوت الإيراني أكثر. يعني دعني أسألك سؤال ربما ليس سؤال استفهامي بقدر ما هو استبيان. هل إيران زادت من نفوذها بعد 2003 بعد تواجد القوات الأمريكية أم قل نفوذها في المنطقة في العراق وفي المنطقة؟ لا، الجواب ازداد، توسع. صح، ممتاز. إذن المستفيد من هذه القوات لا يتنازل عن تواجدها الآن. هذه مسألة، لأن هذه لغة المقاومة. من المستفيد أستاذ محمد تاني هنا؟ إيران المستفيد من تواجد القوات الأمريكية في العراق، هي التي تحت أي عنوان؟ فليكن عنوان مدربين. شوف، دعني أقول شيء مهم. الأستاذ الأرغيف وضع يده على الجرح. هذه القوات قوات ليست قتالية، لكن الجهة الوحيدة التي تقول أنها قتالية هي إيران ومن تبعها في العراق. لماذا؟ لتضخيم هذا الشأن، وهذا ديدن إيران في المنطقة، تحاول التضخيم من وجود قوة أمريكية ستنقض في يوم من الأيام على العراق، وفي نفس الوقت تحاول أن تضخم من ضربات ما يسمى بالمقاومة أو الجهات المسلحة على إيران لصناعة سيناريو يؤجج المنطقة ويعطي فرصة لإيران في أن تتواجد بشكل أقوى. أنت ذكرت سؤال بطريقة الاستبيان كما تسميه، من الذي استفاد من الوجود الأمريكي؟ قلت إيران، بمعنى إيران استفادت من الوجود الأمريكي من 2003 وتوسعت وازداد نفوذها للحد الذي نراه اليوم. هذا يعطي سؤال في غاية الأهمية، هل هنالك تخادم بين أمريكا واتفاق على توسعها ووجودها بالعراق؟ هذا يقود استنتاجا مما تقول، بمعنى الوجود الأمريكي استنفذ، ازداد، توسع، تضخم في العراق بناء على تخادم واتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين؟ طبعا الجواب نعم ببساطة. لماذا؟ إذا فعلنا نوع من الاستقراء لآخر 20 سنة من تاريخ العراق من 2003 إلى الآن، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة ومتنفذة في العراق من خلال سياسيين أو غير سياسيين أو من قوات العسكرية. إيران موجودة ومتنفذة في العراق وفي المنطقة. زين. وجود القوات المتحدة الأمريكية في المنطقة طبعا جاء بموافقات دول كثيرة، لكن كان من المتوقع لدى كثير من الناس أن إيران ستعارض هذا الموضوع، لكن بالحقيقة إيران تؤيد. وبالمناسبة أنا اليوم كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء من داخل الإطار، وكان الموضوع واضح، كان حديث أخوي وأصدقاء وبلا أسماء. قال خروج القوات الأمريكية من العراق لا يخدمنا كثيرا، نحن نسعى لبقائه، لكن هذا الصوت في الإعلام يخدمنا. فكرة المعارضة وعمليا هذا الأمر، وأعطيك مثال سريع لأني أخشى أني أطلت، لكن سريعا، البرلمان في العراق حينما بعد مقتل سليماني والمهندس شرع أو طالب أو 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 شرع قانون في إخراج القوات المحتلة، صح؟ طيب تمام. الآن الحكومة إطارية 100%. نعم البرلمان هو لا يملك أن ينفذ القانون، لكن الحكومة إطارية وتستطيع أن تنفذ هذا القانون. لماذا لا ينفذوه؟ لأنهم لا يريدون إخراج المحتل. طيب بقدر ما المناكفات السياسية. أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، أنت أخذت إلى منطقة سوف أطلع أن أناقشها مع السيد. أعتذر جدا. لا بالعكس.